Hello everyone, how are you? This is Miss Ashraqa Diab again. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض Unit 2 What's the matter? Lessons 5 and 6. وزي ما احنا عارفين قبل ما نتابع lesson please don't forget to like and share the video ونعمل subscribe لقناة School of Kids على اليوتيوب عشان نقدر نشوف كل الحلقات. كمان ما تنسوش جروب الفيسبوك نعمل له join اسمه تالتة ابتدائي عربي ولغات مع السكول عشان نقدر نتابع عليه كل جديد يخص grade 3 وكمان لو في عندكم اي استفسار تقدروا تبعتوه وانا هرد عليكم بنفسي. طيب هنركز على ايه النهاردة ان شاء الله في lessons 5 and 6. اول حاجة هناخدها هي الفونكس. هنركز النهاردة على الاس كي والسي كي. الاس كي بننطقها كده سك سك like skin or skirt. Great. هناخد كمان السي كي ودي بتتنطق ك ك like sick sick or duck duck. Great. طيب هناخد كمان ال question mark. Yes. تفتكروا لما خدنا في البانكتويشن في يونت 1 الفول ستوب والكابيتال ليترز؟ النهاردة ان شاء الله هناخد ال question mark ودي بتكون في نهاية ال question او نهاية السؤال. For example, how do you feel? This is a question. عشان كده حطينا question mark. أو مثلا what's the matter? This is a question. عشان كده حطينا question mark. Okay? وهنعرف ازاي وامتى اعرف السؤال عشان احط له question mark او احط full stop لو كانت جملة عادية. طيب هناخد ايه تاني؟ How to keep healthy. ازاي تقدر تحافظ على صحتك؟ هناخد كده شوية steps زي مثلا don't touch your face. Don't. Okay? أو مثلا eat healthy food or smile and be happy, right? Okay, طيب كمان هنركز على الـ personal hygiene. إيه الـ personal hygiene؟ النظافة الشخصية بتاعتنا. هنتعلم how to wash our hands. إيه هي الـ steps اللي احنا لازم نعملها to wash our hands or the steps for washing your teeth or brushing your teeth. Brush your teeth. اوكي هنتعلم الستبس بتاعت دي والستبس بتاعت دي هنتكلم عنها in details. هنتعلم كمان معاني لطيفة جدا مع بعض زي مثلا empathy يعني تعاطف ازاي تتعاطف مع الاخرين. كمان هناخد معنى جميل جدا اسمه independence وهو الاعتماد على النفس. How to be independent. اوكي طيب خليكم معايا and let's start our lesson. تعالوا كده نبدأ بالاس كي. اس كي بتتنطق سك 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 زي كلمة ايه؟ skin skin. Please look listen repeat after me. Okay skin skin. Great. طبعا احنا خدنا skin قبل كده. Great. طيب skirt skirt skirt. Great. Sky. 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 Skip. 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 Do you know what's the meaning of skip? Skip. Yes, ينط الحبل. Great. نقولهم تاني كده. Skim. Skirt. Sky. Skip. Very good. Okay. This is SK. طب تعالوا نشوف كده CK. ال CK بتتنطق ك ك ك. اوكي؟ يعني ما بنطقش السي لوحدها والكي لوحدها، لا هما الاثنين على بعض صوتهم بيبقى عامل كده ك ك. زي كلمة ايه مثلا؟ زي كلمة sick sick. Black black. Duck duck. Kick 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 يعني شوت الكورة. برافو. ها يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين ال SK اللي بتتنطق سك سك زي مثلا skirt وال CK اللي بتتنطق ك ك زي كلمة sick. Okay is it easy? Very good. طيب تعالوا كده نعمل this exercise مع بعض ونجرب. Listen
and complete. هنسمع ونكمل ال missing letters, الحروف اللي ناقصة. اوكي تعالوا كده نشوف. The first one, skirt. Skirt, ها تفتكروا ايه اللي ناقص فيها؟ SK or CK؟ Great, SK, skirt. Skirt, great. طب the second one, black. Black, black. يبقى SK or CK؟ CK, very good, excellent. طيب the third one, sick. Sick, sick. CK, very good, sick. طيب the last one, sky. Sky, huh? SK, very good. Good job. Well, طيب, now we need to look and match. Look at the pictures, match them with the correct words. The first one, what's this? Great, it's a skin. The first one, skin, great. And the second one, skirt, very good. Skirt, okay. Number three, huh? Duck, excellent. Duck, duck. And the last one, black, very good, black. Is it easy now? Very good. Punctuation. البنكتويشن لو تفتكروا ان احنا اتكلمنا عنه قبل كده في اليونت اللي فات, وكنا اخدنا في البنكتويشن الفول ستوب والكابيتال ليترز, صح؟ وقلنا ان الفول ستوب كنا بنحطها في نهاية الجملة عشان تبقى معناه ان خلاص الجملة بتاعتي خلصت. اما الكابيتال ليترز فكنت ببدأ بيها الجملة, يعني اول حرف في الجملة لازم يبقى كابيتال, تمام؟ او لو عندي نيم زي مثلا علي, زي هانا, زي هاني, برافو, صح كده؟ برافو. طيب النهاردة بقى احنا هناخد ايه؟ النهاردة هناخد حاجة اسمها question mark. question mark, طيب ايه هي question mark؟ question mark زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي, دي question mark. لما بنشوفها في الجملة بيبقى ده معناه ايه؟ برافو, معناه ان ده سؤال, صح؟ جميل. يبقى الفول ستوب بيبقى معناها ان الجملة خلاص خلصت, اما question mark ده معناها ان ده سؤال. طيب تعالوا كده نشوف الاكزامبل ده. How do you feel? How do you feel? أول حاجة لو تاخدوا بالكم إن إحنا لازم يكون أول حرف عندنا هنا capital, برافو, زي ما قلنا قبل كده. يبقى هنا how بدأت بالcapital H, وبعدين جينا في الآخر حطينا لها question mark. طب ليه؟ عشان ده سؤال. طب أنا عرفت منين إنه هو سؤال؟ لأنه بدأ بكلمة how, وhow لما ببدأ بيها جملة ده معناه إن ده question, سؤال. يبقى how do you feel بحط في نهايتها question mark. اوكي طيب شوف مثال تاني. Does her stomach hurt? Does her stomach hurt? اول حاجة برضو بدأنا بكابيتال letter, دي بص واحنا كده مغمضين, اول حرف في الجملة سواء كانت جملة عادية او كان question لازم يبقى capital. يبقى اول حرف عندنا هنا كان capital, وبعدين في الاخر حطينا question mark. طب انا برضو عرفت منين ان هي question؟ عشان هي بدأ بكلمة does. اوكي طيب بص, لو احنا عندنا جملة, الجملة دي بدأ بwhat, او مثلا بدأ بhow, او بدأ بcan, او بdo, او بdoes. اوكي لو لقيت الجملة بدأ بأي حاجة من دول بعرف على طول ان ده question, سؤال. اوكي ونسيت اقول لكم كمان على is و are, معانا كمان is ومعانا are. يبقى انا تاني الجملة بتاعتي لو لقيت اول كلمة فيها بروح ابص على اول كلمة, طبعا اول حرف بعمله capital كده كده, لكن ببص عليها اول كلمة لقيتها what او how, can, do, does, is او are, على طول بعرف ان ده سؤال, يبقى لازم احط لها question mark. يبقى ده معناه ان انا لازم اكون حافظ ان دي بداية السؤال. اوكي حلو جدا. طيب تعالوا كده نعمل exercise ده مع بعض. بينا punctuate the following sentences, الجمل اللي قدامنا دي محتاجين نعمل لها punctuation. جميل, نقرا number one. What's the matter? What's the matter? طبعا اول حرف هنا عندي لازم يبقى capital, برافو.
جميل. طب في الاخر خالص هحط فول ستوب ولا question mark؟ What do you think؟ question mark. برافو. طب عرفنا منين؟ علشان هي بدأ بكلمة what، يعني هنكتبها كده what's the matter. What's the matter؟ ال W هتبقى capital وفي الاخر question mark عشان ده سؤال. طب نشوف number 2. Can I get you anything؟ Can I get you anything؟ خلوا بالكم هنا عندنا شوية حاجات كتير عايزين نعملها. أول حاجة خلص وأنا وغمض، برافو، إن أول حرف عندي هنا يكون إيه؟ يكون capital. جميل. طيب وفي الآخر هحط full stop ولا question mark؟ أبص على أول الجملة ألاقيها بدأ بكلمة can. برافو. وإحنا قلنا إن can دي ها بداية question. برافو، بداية سؤال. يبقى عشان كده هحط في النهاية question mark. طيب نشوف هتتكتب كده can I get you anything؟ يبقى أنا بدأت بالكابيتال لتر وحطيت في الآخر question mark. طيب خدتوا بالكم من حاجة تانية؟ yes I. برافو. I اللي هو البرناون اللي معناه أنا، I اللي معناها أنا، لازم أكتبها كابيتال. طب ليه يا مس؟ هي مش جاية في أول الجملة ولا هي اسم، صح؟ بس البرناون ده بالذات لما بيجي في أي مكان في الجملة، سواء في الأول سواء في النص سواء في الآخر، لازم يكون كابيتال. تاني، يبقى I اللي معناها أنا لازم كمان تكون كابيتال. يبقى احنا كده عندنا الكابيتال ليترز لما بيكون في بداية الجملة، أو لو أنا عندي نيم، تمام، أو لو عندي I اللي هي معناها أنا، I اللي معناها أنا بس، مش أي كلمة فيها I. أوكي؟ حلو جدا. طيب نشوف number 3. I have a headache. I have a headache. أول حرف عندنا لازم يبقى كابيتال. جميل. طيب وفي النهاية هحط full stop ولا question mark؟ No. سمعتك وانت بتقول question mark، اكيد مش صح. عارف ليه؟ ليه؟ علشان انا هنا ما عنديش في بداية الجملة لا what ولا how ولا can ولا do ولا does ولا is ولا are، صح؟ دي جملة عادية خالص بدأ بI، يبقى هنحط في نهايتها ايه؟ full stop. اوكي؟ يبقى I هتبقى capital وفي النهاية هحط full stop لانها جملة عادية مش سؤال. اوكي؟ اوكي. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. هنا بقى كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نحط في نهاية كل جملة يا فول ستوب يا question mark. اوكي؟ طيب number one، how are you؟ how are you؟ ابص على اول كلمة الاقيها كلمة how. يبقى ده ايه؟ question. يبقى احط لها question mark. برافو. طيب number two، I feel happy. بدأ بايه؟ بدأ بI عادي، يبقى احط لها ايه؟ full stop. برافو. I feel happy. طيب number 3، I have a fever. شبه اللي قبلها، I have a fever، يبقى احط لها full stop. excellent. طيب number 4، are you okay؟ are you okay؟ هلاقيها بدأ بكلمة are. واحنا فاكرين المس قالت لنا لما الجملة تبدأ ب are يبقى ده question، يبقى انا احط في اخرها ايه؟ question mark. برافو. اوكي. اللي بعده، she speaks English. she speaks English. ها بدأ بإيه؟ بكلمة she. she يعني هي. طيب هل ده question، سؤال؟ no. يبقى هحط full stop. she speaks English. number 6، my stomach digests food. ها هل الجملة بتاعتي بدأ بأي حاجة تدل على إنها question؟ خالص، يبقى أنا هحط في النهاية إيه؟ full stop. تمام؟ يبقى تاني عشان نسهلها على بعض، هي انا ببص على بداية الجملة واشوف لو بدأ بوات او هاو او كان او ام او از او ار او دو او داز، يبقى على طول بحط question mark، غير كده يبقى فول ستوب عادي. تمام؟ تمام. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن how to keep healthy. ازاي تحافظ على صحتك ان انت تكون healthy وان انت يبقى عندك healthy lifestyle. فاكرين الhealthy lifestyle اتكلمنا عنها قبل كده؟ برافو. النهاردة بقى هنعرف how to keep healthy، ازاي تحافظ على صحتك دي وازاي تحافظ انت تكون healthy طول الوقت. طيب انا عندي هنا exercise بيقول لي look read and match. look read and match عندنا sentences هنقراها وعندنا pictures، محتاجين نوصل كل sentence في البيكتشر المناسبة بتاعتها. تمام؟ هنكتب النمبر جوه السكوير اللي فوق الايه؟ اللي فوق البيكتشر دي. تعالوا نقرا مع بعض. نمبر 1،
Don't touch your face. Don't touch your face. Touch your face. ها بقول لك don't touch your face. طيب which picture? Yeah, this one. يبقى this is number one. Don't touch your face. Okay? Okay. طبعا دي أول حاجة من الحاجات اللي احنا لازم نعملها تمام to keep healthy. ليه؟ طول ما انت برا البيت don't touch your face لأن إيدك بتكون عليها germs بتكون عليها يعني bacteria وحاجات مش لطيفة خالص فكل ما تحط إيدك على وشك هتبقى انت عرضة للأمراض أكتر يبقى طول ما انت برا البيت طول ما إيدك مش نظيفة don't touch your face okay number two stay at home if you have a fever stay at home if you have a fever which picture which picture yes here we go So this is number two. Stay at home if you have a fever. ودي احنا قلناها last lesson اللي هي الحاجات اللي لازم نعملها when we feel sick. يبقى when you have a fever, stay at home. Okay, number three. Cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold. Yes, cover your mouth and nose. Okay, if you have a cold. عندك cold. اوكي ينفع بقى تفضل قاعد كده مع اصحابك وقاعد مع الناس وعمال كل شويه تعطس كل شويه تكح في وشهم كده وتحميهم اكيد ما ينفعش طيب امال نعمل ايه you should have a tissue لازم يبقى معاك تيشو صح and cover your mouth and your nose تمام طيب which picture that cover your mouth and nose with a tissue which one yes here it is so this is number three okay Okay, يبقى دي تالت حاجة you should do to keep healthy. Okay, number four. Eat healthy food. Yes. ودي احنا قلناها قبل كده. To be healthy or to stay healthy, you should eat healthy food. طيب, which picture has healthy food? Yes, the picture of the apple. Very good. So this is healthy food. طبعا لو تفتكروا healthy food can like fruits and vegetables, right? Eat fruits and vegetables. Great. Type number five. Who can read? Yes, exercise. Very good. Exercise. What's the meaning of exercise? Huh? Great. Exercise. Exercise. Excellent. Okay. Type which picture is exercise? Great. This one. This is number Five. Exercise, okay? Number six. Wash your hands with soap. Wash your hands with soap. Okay, which picture that wash your hands? Yeah, this one. This is number six. Wash your hands with soap. Number seven. Smile and be happy. Smile and be happy. Which one? Yes, this one. It's easy. Great. يبقى here you have seven steps you should do to be healthy or to keep healthy. Don't touch your face. Stay at home if you have a fever. Cover your mouth and nose with a tissue when you have a cold. Okay. Eat healthy food. Exercise. Wash your hands with soap. Okay. You should wash your hands with soap, not only with water. Okay. And the last thing. Smile and be happy. Okay? لما احنا دايما smile and be happy ده هيخلي صحتنا دايما احسن. Okay? So please smile. Yes, smile. I want to see your face. See your teeth. Great. Okay? Well, طيب, let's continue. This is easy. Great. طيب, let's continue. Now we need to look, read, and put tick or cross. هنقرأ sentences وهتقولوا لي this is true or false. يعني صح ولا غلط okay طيب. number one stay at home if you have a fever stay at home if you have a fever this is correct or incorrect yes true it's true correct yes stay at home if you have a fever great type number two touch your face huh this is good no so it's false okay number three Eat unhealthy food. Eat unhealthy food like burgers, like cola, like candy. Huh? So this is good? This is correct? No.
You should eat healthy food, not unhealthy food. Okay. Number four, smile and be happy. Yes, of course, it's good, so it's correct. Okay? Great. Oh, and now let's move to the personal hygiene. إيه يا مس البيرسونال هايجين ده؟ Personal hygiene يا ولاد هي النظافة الشخصية بتاعتنا. Okay؟ طبعاً كل حد فينا لازم يهتم بالبيرسونال هايجين بتاعته. Okay؟ يعني we should wash our hands, wash our faces, we should brush our teeth. صح كده؟ طيب تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي هنركز عليها في البيرسونال هايجين. First one, we have five pictures. بيقولنا look and number the steps for brushing your teeth. Okay؟ عندنا هنا five pictures. دي الستبس أو الخطوات بتاعت how to brush your teeth. Okay؟ هنقراهم وبعدين هن put them in the order, هنحطهم في الترتيب الصح. The first one هنا عندنا brush your teeth well. Brush your teeth well. اغسل سنانك كويس. تاني واحدة هنا put some toothpaste on the brush. Put some toothpaste on the brush. Okay? لما بيبقى عندك brush هنتغسل سنانك بتستخدم حاجة اسمها toothpaste. صح؟ هو المعجون. برافو. يبقى put some toothpaste on the brush. طيب اللي بعدها use your brush. استخدم your brush الفرشة. اللي بعدها put your brush back. رجعها مكانها. And the last one, now your teeth are clean. سنانك دلوقتي are clean. Okay؟ طيب كده احنا قرناهم, محتاجين بقى نput them in the correct order, نرقم. Number one is done. Number one هي محلولة. أول حاجة use your brush. طبعا to brush your teeth يبقى أنت you need a brush. أكيد مش هتغسل سنانك ببن مثلا, صح؟ You need a brush. Great. Use your brush. This is number one. طيب إيه بقى number two اللي أنا مفروض أعملها بعد ما بجيب البراش بتاعتي؟ Very good. Put some toothpaste on the brush. يبقى this is number two. يبقى number one, use your brush. Number two, put some toothpaste on your brush. هل حطيت التوثبراش toothpaste. ها, وبعدين number three, very good. Brush your teeth well. نبدأ بقى brush your teeth. Okay? طيب after you brushing your teeth, بعد ما ننظف سنننا هنعمل ايه؟ ها؟ Put your brush back. So this is number four. Put your brush back. أكيد تاخدها معك وانت خارج, صح؟ You put your brush back. هترجعها مكانها. And the last one. Now your teeth are clean. Okay? Now teeth are clean. ونضيف. Okay? Great. And these are the steps of how to brush your teeth. حلو جدا. دلوقتي بقى هناخد the steps of washing your hands. Okay? ايه هي الستبس اللي احنا لازم نتبعها to wash your hands. تعالوا نقرأ الأول. Take the soap. Soap. عارفين soap؟ بنغسل ايدينا بايه؟ Soap. Yes. صابونة. Very good. Take the soap. Wet your hands. Wet your hands. انت لما بتفتح المية كده يعني بتحط ايدك كده, ايدك بقت ايه؟ مبللة. برافو. يبقى wet. Wet your hands. اللي بعدها dry your hands. يعني تجيب كده towel أو فوطة و dry your hands. Turn on the water. تفتح المية. Cover your hands with water. تغرق ايدك مية بقى وتغطيها مية كلها. Okay؟ طيب دي الستبس. دلوقتي احنا محتاجين number the steps, نرقمها. تفتكروا ايه هي number one؟ Yes, of course. Number one, turn on the water. أول حاجة عملها أنا أفتح المية. صح؟ يبقى turn on the water. This is number one. طيب خلاص فتحت المية. أعمل إيه؟ Take the soap. ماشي, بس before you take the soap, قبل ما تاخد الصابونة تعمل إيه؟ Wet your hands. Yes. تبل إيدك الأول. صح؟ What? Wet your hands. يبقى number one, turn on the water. Number two, wet your hands. طيب number three. Yes. Take the soap. ناخد بقى الصوب.
and then cover your hands with water. خلاص انا عملت بالسوب تمام، ابدا بقى cover my hands with water عشان ايه اشيل بقى السوب. اوكي great. And number 5, dry your hands. After we wash our hands, dry your hands. ما تخرجش بيها مبلوله كده. اوكي dry your hands. Is it easy? Great. Okay, this exercise. Look and write a sentence. Okay? Look at the picture and let's write a sentence. قلنا على السؤال ده last time في الحلقة اللي فاتت. وقلنا إن بمنتهى البساطة ببدأ أول حاجة بسبجكت اللي هو الفاعل، يعني مين اللي بيعمل الكلام ده. وليكن عشان أسهلها على نفسي أنا ممكن أبدأ بأي يعني أنا. Okay؟ وبعدين بيكون عندي الverb تمام اللي هو أنا بعمل إيه. فلو بصينا مثلا على picture number one هنلاقي هنا الولد ده بيعمل إيه أو أنا هنا بعمل إيه. great wash hands. يبقى أنا هقول إيه I wash my hands. بدأت بI اللي هو أنا وبعدين بعمل إيه wash، يبقى I wash my hands. جملة بسيطة خالص ولازم أبدأ بحرف capital وحطيت في النهاية full stop زي ما احنا ايه متعودين. اوكي يبقى I wash my hands. طيب الجملة التانية هتبقى شبهها بس هقول ايه I ايوه brush my teeth. برافو I brush my teeth. I brush my teeth. بدأت ب I انا وبعدين brush هو انا يعني بنظف اسناني وبعدين my teeth. اوكي وحطيت في النهاية الفول ستوب. Is it easy? Okay. Now we are going to move to something called empathy. Empathy. يعني إيه empathy? Empathy يا أولاد يعني تعاطف. تمام؟ يعني إن أنت تكون بتحس بالآخرين. Okay. طيب. إحنا عندنا هنا dialogue هنقرأه علشان عايزين نكمل مكان spaces أو النقط دي بالجمل دي. تمام؟ احنا هنا عندنا questions اسئلة فعايزين نعرف ايه هو السؤال الصح اللي هنحطه في كل مكان في الديالوج ده. تمام؟ نقرأ الاسئلة الاول. Do you like your job? Do you like your job? Like يعني حب. So do you like your job؟ بتحبي الجوب الوظيفة بتاعتك؟ What do you do? What do you do؟ يعني بتشتغلي ايه او بتعملي ايه. What's your name؟ طبعا دي سهلة احنا عارفينها. What's your name؟ Where do you work؟ Where do you work؟ يعني بتشتغلي فين. Okay. Where do you work؟ حلو. دلوقتي احنا عايزين نحط السؤال المناسب في كل جزء. طب احنا عشان نعمل كده لازم نقرأ تمام الجمل اللي عندنا. يعني مثلا في number one مكتوب هنا ايه؟ I am Sarah. I am Sarah. يبقى تفتكروا ايه السؤال؟ برافو عليكم. يبقى what's your name؟ يبقى ده اول سؤال. What's your name? I am Sarah. يبقى انا بقرا الاجابه عشان اعرف السؤال. يبقى احنا كده اخذنا number one. What's your name? I am Sarah. طيب number two. قالت I work in a hospital. I work in a hospital. Hospital احنا خدناها قبل كده. Yes مستشفى. يبقى I work in a hospital. يبقى السؤال كان ايه؟ برافو عليكم. يبقى where do you work؟ بتشتغلي فين؟ Where do you work؟ يبقى this is number two. Okay؟ طيب number three. I am a nurse. I help sick children. I am a nurse. I help sick children. الأطفال المرضى. Okay؟ يبقى كان إيه السؤال؟ What do you do؟ برافو بتعملي إيه؟ بتشتغلي إيه؟ فقالت I am a nurse. يبقى what do you do معناها بتشتغلي ايه. So I'm a nurse, I help sick children. Okay. يبقى دي number three. ونمبر four الإجابة قالت Yes, I love my job. I love it. Okay. I like seeing happy healthy children when they go home. I like seeing happy children, happy healthy children when they go home. خلاص بيسيبوا المستشفى ويروحوا البيت لأنهم خفوا. اوكي طيب يبقى كان ايه السؤال. برافو. ذا لاست وان هيبقى do you like your job؟ بتحبي الجوب بتاعتك؟ yes I love my job. اوكي
كده عرفنا ايه الاربع اسئله اللي عندنا معناهم ايه وجاوبنا عليهم ازاي. اوكي تمام، حلو جدا. تعالوا بقى هنا نعرف حاجه اسمها اندبندنس. ايه يا مس الاندبندنس؟ يعني ان ازاي الواحد يعتمد على نفسه. طبعا احنا كبرنا، اوكي، ما بقيناش يعني صغيرين قوي، فاحنا لازم نبدا نتعلم ازاي نعتمد على نفسنا. اوكي، فبنتعلم حاجه اسمها اندبندنس. طيب هنتعلمها ازاي؟ هنا احنا هنتكلم عن واحد اسمه حسن. اوكي، هنقرا هو عمل ايه حسن ده، وهنوصل كل جمله بالصوره بتاعتها. اوكي، طيب let's read. Number one, my name is Hassan. I am sick. I am in a hospital. تاني, my name is Hassan. I am sick. I am in hospital. تفتكروا which picture اللي حسن is in hospital? Yes, he is sick. This is number one وهو حللها خلاص. Okay? يبقى this is number one اللي هي picture letter F. Okay? Number two, بيقول there are a lot of beds in my room. A lot of beds يعني سرير كتير. In my room. تفتكروا which picture? Great, it's picture letter C. يبقى this is number two. Okay? طيب. Number three, I wake up and I eat breakfast. I wake up. Okay. And I eat breakfast. يبقى which picture? Great, it's picture A. يبقى this is number three. Okay, يبقى حسن is sick in the hospital. تمام, there are many beds in his room. في سرير كتير في الروم اللي هو فيها. حسن wakes up, بيصحى, and eats breakfast, وبيفطر. Great, time number four. Nurses help me. They give me medicine. Nurses help me and give me medicine. Huh? Which picture? ندور على البيكتشر اللي فيها نيرس. صح كده؟ برافو. يبقى picture letter E. Great. يبقى this is number four. This is number four. Excellent. Number five. I study in the hospital too. I study in the hospital. يعني إيه I study؟ Yes, بذاكر. برافو. هو هنا sick وعيان وفي المستشفى, but said I study in the hospital, لكن بيذاكر. Okay, حلو جدا. طيب which picture I study? I study. Yes, great, it's picture B. Picture B, and this is number five. Okay, number six. In the afternoon I see the doctor. I see the doctor. Okay, he is kind. قلنا kind يعني طيب. Okay, which picture that has a doctor? Number six, yes, with picture D. Very good. This is number six. Number seven, I can go home tomorrow. Bukra, I can go home. I am happy. Okay, which one? Yeah, the last one, letter G. This is picture number seven. Okay, Hassan here. اعتمد على نفسه في ان هو بالرغم من ان هو in the hospital في المستشفى, لكن he wakes up, he eats breakfast, he studies, بيذاكر, okay, وبياخد الدواء بتاعه طبعا with the nurse. Okay, حلو جدا. طيب that's all for today. ده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. يبقى احنا النهارده اخدنا الفونكس, اخدنا الاس كي زي بتتنطق سك سك زي كلمه skirt مثلا, وخدنا السي كي اللي بتتنطق ك زي كلمة إيه؟ برافو, زي كلمة duck وزي كلمة sick. حلو جدا. وكمان أخدنا how to keep healthy وعرفنا إيه هي الستبس اللي إحنا لازم نعملها علشان نحافظ على صحتنا. كمان أخدنا الـ personal hygiene, خدنا الـ steps of brushing our teeth and the steps of washing our hands. اتعلمنا معنيين جداد زي الـ empathy التعاطف, وكمان الـ independence اللي هي الاعتماد على النفس. أوكي؟ well, that's all for today, guys. Thank you and see you next time. Yeah, goodbye.